بس غادي ندير بكم عاود واحد الجولة هنا في شاطئ الصخيرات. إذا هنايا هذا الموقف ديال السيارات كما كتلاحظوا على العمارات السكنية. هنا كاين مداخل، خدينا هذا المدخل هذا ديال كيدوز على هاد الابتشالي ولا بعض شريحات صغيرة. واحد المسافة تقريبا ديال 600 متر تقريبا، وكنخرجو للشاطئ. لأن هذا هو المدخل ديال الشاطئ. احنا الآن في شهر فبراير 2022. الشاطئ على المحيط الأطلسي. هذا بلاصة ديال الدوش. واخا شهر فبراير مازال راه كاين بعض الأطفال، المهم كيلعبو كورة وكيعومو. شاطئ تا هو جميل، وفي الصيف كيكون ممتلئ عن آخره تقريبا. أنا غادي نخليكم مع المناظر الجميلة، وما تنساوش لدعم القناة اللي مازال غير مشترك يشترك. ديال السكيرات تقريبا جهة الغروب ديال الشمس. بلاج نقية، قبل الغروب شهر فبراير 2022. قابلة للشاطئ الصخيرات.
الكارتو ديال الصيد. ما عرفتش تطلع كاع مع الشمال. ما عرفتش تطلع كاع. غير ساقي حول دارينا الجهه ما كتقدش توقف عليهم. نورس قوارب الصيد. الناس كتعوم شهر جوج الله يرحمنا. دابا لا بلاج كتبان مزيان.